محمد ويحيى وروعة أطفال من مدينة العلم والعلماء تركوا مدارسهم قصرا والأسباب مخزية، تسربوا من مدارسهم كي يعملوا ويعيلوا عائلاتهم، ولكل منهم طموح ولد معه. يحيى أحب أن يصبح يوما ما مهندسا معماريا، ولكن الواقع المرير فرض أمورا أخرى. طلعت من المدرسة صف السادس لأنه أبي طلب مني أطلع واشتغل وساعد شوي بمصروف البيت. أنا حابب أدرس وأتعلم وأطلع مهندس معماري، بس ما فيني لأنه عم اشتغل وساعد أهلي بمصروف البيت. وقت تقول له لأبوك أنه أنت عبالك تدرس تتعلم ومش هتطلع مهندس معماري، شو بيقول لك؟ بيقول لي والله أنا أحبك هيك، بس ما فينا والله شايف أنت الأمور، حابب يزبط الوضع وأتعلم وأدرس. روعة تسربت من المدرسة هذا العام، وليس السبب فقط عدم مقدرة دفع تكاليف الدراسة، بل إنها تبحث عن عمل كي تعيل عائلتها بعد أن كانت تطمح لتكون ممرضة. ما في مصاري لا حتى أقدر كفي علمي، ما أقدر كفي علمي أما طلعت من المدرسة. وما في مادية لحتى يعني لا حتى أبرم على الشغل ساعد الماما، ما في لا ساعد أهلي، وأخي كمان ترك المدرسة، ما في لا مصاري ولا في شيء لحتى أنه نقدر نكفي علمنا. قاعده عم بقول الاقي شغل لحتى ارجع. هلا اذا بلاقي شغل بشتغل حي الله شيء. والامر لا يختلف عند محمد. تركت المدرسه حتى اصرف للبيت، ونحن خمسه كمان هيك ما عم نلحق. فوق من هيك ما عم نلحق شو بدنا نشتري. هلا عايشين بس على الشمع. قديش عم بيكون كل يوم؟ بالجمعه ما كيقول. قديش بالجمعه؟ أنا بابا هون 45 وأخي بابا 50 وأبي بيشتغل من الساعة 7 للساعة 4 وأمي بتقعد هيك إذا إجتها رزق 15 عارفة شنو. شو كنت تحب تطلع وقت تكبر غير إنك تشتغل هيدا الشغل؟ أنا أصلاً ما لحقت أحب اللي بدي إياه يعني أطلع من صف الأول. بكل شارع في أكثر من 100 ولد بلا علم وبلا مدارس وبلا شيء، وبننزل وبنصرخ وبنقول لرئيس الحكومة، بنقول لرئيس مجلس النواب، بنقول لهم نحن بوضع صعب كثير بمدينة طرابلس وما حدا بيسمع النداء تبعنا. وشفت بعينك اليوم البرهان كيف الأطفال كلياتهم قاعدين بالبيوت، نص أطفال طرابلس قاعدين بالبيوت ما عم يقدروا يعلمون أهاليهم. بتعرف الوضع كبير وغطاء، وضعنا كثير صعب بمدينة طرابلس، كان بأطفالنا كان بجيل جديد كان بكل شيء. هكذا بات حال مدينة العلم والعلماء. القضية لم تعد فقط جوع ورغيف خبز، بل كرامة وجوع للحرف والعلم. غسان فران، صوت بيروت انترناشنال.